وقفة كبيرة جدا، وخالي كان طبعا في الصورة معاها، ورفضوا مبدأ الزواج هذا رفض بات جدا. كانت هذه يمكن محطة غيرت مناحي حياتي في أشياء كثيرة، لأنه والدي الله يرحمه كان من أثر الأثرياء، لكن فترة المرض وبعد ذلك اكتشفنا أنه عليه ديون كثيرة لما أتوفى. وفجأة حصلت النقلة في حياتنا، بعد ما كنا في فيلا، بعد ما كنا بسواقين وسيارات، حصل ما كانت والدتي تستشعره وكانت تربينا على الاستشعار هذا. طبعا هذا أدى إلى أننا نتعرض لأزمة اقتصادية حادة، يعني خلاص ما عاد في مورد. كان خالي بيسندنا ويساعدنا على قدر استطاعته، والدتي كانت تبذل كل ما تستطيع، يعني فترة الفترات كانت تخيط، فترة الفترات كانت تطرز على أساس أنها تجمع مورد من هنا ومن هنا. لكن ما أنكر أنه هذا حتى إحنا تأثرنا، يعني الحياة اللي كنا متعودين عليها، اللبس اللي كنا متعودين، السواق والسيارة، كل الرفاهية دي اختفت من حياتنا. فاضطرينا نترك الفيلا وننتقل إلى شقة صغيرة، حولنا من دار التربية الحديثة ورحنا على على المتوسطة الثانية، مدرسة حكومية. طبعا كانت نقلة كبيرة من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، ولكن النقلة هذه أنا الآن أقول هي اللي صنعت الصلابة وحولت في شخصيتي وشخصية أختي. عرفنا الحياة وعرفنا كيف نتعامل معها، وطبعا ده بفضل والدتي وحكمتها في إنها تمتص الإحباطات اللي حصلت. لا شك إنها فترة عصيبة كانت، وكانت والدتي مصممة على إنه الآن أكثر من ذي قبل لازم تكون في عندكم شهادة، لأنه لا عندكم أب ولا عندكم أخ ولا عندكم مال تعتمدوا عليه، ما في غير سلاح واحد اللي هو الشهادة. وكانت تقول لنا خذوا الشهادة، مو شرط تشتغلوا، علموها في المطبخ، ولكن وقت ما تحتاجوها تطلعوها. من الأمور القاسية والأزمات اللي